قبل عدة فيديوهات كان لدي رسم كهذا، أعتقد كان مخمس أو مسدس، وكان علينا معرفة مجموع الزوايا الخارجية للمسدس، حيث كانت هذه الزاوية A وهذه B ثم C D E. والطريقة التي عملنا بها آخر مرة قلنا A ستكون 180 ناقص الزاوية الداخلية المكملة لها، وعملنا ذلك لكل الزوايا واستطعنا حسابها جبريا، واستطعنا حساب مجموع الزوايا الداخلية بتقسيمها إلى مثلثات، واستخدمنا ذلك لمعرفة الزوايا الخارجية. ما أريد عرضه لكم في هذا الفيديو أنه يوجد طريقة سهلة ورائعة لحساب مجموع الزوايا الخارجية لهذا المضلع، وقد تصلح لأي مضلع محدب إذا قمت باختيار هذه الزوايا الخارجية، هذه الزوايا الخارجية. وطريقة التفكير بها هي أنك تستطيع إعادة رسم الزوايا، لذا دعونا نرسمهم. دعوني أرسم هذه هنا، نستطيع تسميتها الزاوية A أو أن قياس الزاوية هو A في الحالتين. دعوني أرسمها هنا، فهذه ستكون زاوية مطابقة وقياسها سوف يكون A. دعوني أرسم الزاوية B، الزاوية B وسوف أرسمها مجاورة للزاوية A، وتستطيع التفكير بها. ربما إذا رسمنا خط هنا بحيث يكون موازي لهذا الخط، فإن قياس هذه الزاوية أيضا سيكون B لأن هذا خط مستقيم، سيكون مثل القاطع، وهؤلاء زوايا متناظرة، فإذا أردنا رسمها كزاوية مجاورة ستكون مجاورة لA. تستطيع عملها هكذا مهما تكن، قياسها هو B وهي مجاورة لA. الآن سأعمل نفس الشيء مع C، نستطيع رسم خط موازي لهذا هنا، وبالتالي هذه الزاوية أيضا ستكون C، وإذا أردنا أن تكون مجاورة لهذه سنرسمها هنا، إذن هذه الزاوية C، لذا C سوف تبدو هكذا وتبدو هكذا، وبالتالي نستطيع الانتقال إلى D. مرة أخرى سوف أستعمل لون آخر، تستطيع عمل D هنا، أو يمكن إزاحتها للأسفل فتبدو هكذا، أو إزاحتها هنا فتبدو هكذا. إذن فقط استطعنا التفكير بالتوازي بين الخطوط، لذلك دعونا نرسم D هكذا، هكذا. إذن هذا الخط سوف يكون موازي لهذا الخط. وأخيرا لديك E، أخيرا لديك الزاوية E، ومرة أخرى نستطيع رسم خط موازي لهذا هنا، وهذه هنا ستكون الزاوية E، أو تستطيع رسمه هنا هنا، وعندما تراها مرسومة بهذا الشكل فهو من الواضح أنه عند جمع قياس هذه الزاوية A B C D و E فأنت تسير بكامل الاتجاه حول الدائرة في كلا الاتجاهين، يمكنك السير باتجاه عقارب الساعة أو عكسها، فأنت تسير بكامل الاتجاه حول الدائرة. إذن مجموع هذه الزوايا سوف يكون A زائد B زائد C زائد D زائد E، سوف يكون 360 درجة، وهذا كما قلت تصلح لأي مضلع محدب، وعندما أقول محدب أعني أنه غير مجوف للداخل، حتى أوضح ما أقول، إنها تصلح لأي مضلع، لا أريد أن أقول منتظم، فالمنتظم له نفس الأضلاع ونفس الزوايا ولكنه غير مجوف، فهذا مضلع محدب، وهذا هنا مضلع مقعر. دعوني أرسمه، فهذا هنا مضلع مقعر، مضلع مقعر، بحيث يكون له نفس عدد الأضلاع، وكأني جوفت
هذان الضلعان هنا للداخل، هل عملته بشكل صحيح؟ دعوني أراد دعوني أعمله بنفس عدد الأضلاع، فسأعمل هذا وهذا وهذا وهذا، ثم هذا نفس الضلع هناك، دعوني أرسمه هكذا. هذا لديه 1 2 3 4 5 6 أضلاع، وهذا لديه 1 2 3 4 5 6 أضلاع، وهذا محدب، مضلع محدب كونفكس كونفكس، وهذا مضلع مقعر كونكيف، وطريقة تذكري له أنه أجوف للداخل. إذا ما عملته هو أنه إذا أردنا إيجاد الزوايا الخارجية لأي مضلع محدب، هذا هنا المحدب والآخر مقعر، هذا ينطبق على أي مضلع محدب. إذا مرة أخرى، إذا أخذت هذه الزاوية وجمعتها لهذه الزاوية وجمعتها لهذه الزاوية وجمعتها لهذه الزاوية وجمعتها لهذه الزاوية وجمعتها لهذه، لا أعني أنهم نفس القياس، فقط أرسمها بهذه الطريقة. سأعمل هذه بالأخضر وهذه بلون آخر. أعتقد وصلت الفكرة، أي أنها زوايا مختلفة، فإذا حركت الزوايا هكذا فسترى أنها تتحرك بشكل دائري حول الدائرة. فمرة أخرى سوف يكون مجموعهما 360 درجة.